خلاص بيبي اهدي، بعرف انه الموقف مو سهل عليكم، بس يعني الموضوع ما بيخصنا. انت ليش متضايقة؟ بصراحة خايفة على عمي يصير له شيء. سمعت انه سعيد مستهتر وما بيتحمل مسؤولية، وبيكون يعني عمك متعود على تصرفاته من قبل. روقي حياتي. لك ما شفتها شو عملت؟ كيف كانت عم تصرخ وكأنه مو شايفة حدا؟ شايفة لهي؟ بحياتها ما رح تحل عن سعيد المسكين. سوزان الحق معها، والله هي حامل بابنه لسعيد. يعني سعيد لازم يكبر، ولا انا غلطان؟ ويتحمل مسؤولية، مو هيك الصح؟ كل الناس بتغلط. ليش لا يضل كل عمره يدفع ثمن هالغلطة هي؟ انا ما بدي اتدخل، بس لو كنت محله ما كنت تخليت لا عن الولد ولا بستغني عن امه. وطبعا هذا الشيء ما اسمه رجولة، بس لأنه سعيد بيكون ابن عمك أنت عم تدافع عنه، ما هيك؟ سعيد ماني أكل يا عمو، يعني هو بدبر حاله، بس أنا خايفة على عمي. ما شفت المرة الماضية شو صار فيه؟ طيب بدون ما تتضايق، خلاص هلأ رح أفوت لجوا وأخذ منال، تمام؟ المهم أنت روقي. أكيد ما رح ترد عليك لأنه مو سالي. اطمني حبيبتي، أنا عندي أسلوب بطلع الحي من وكرة، تركي هالشغلة علي. شو صار سامي؟ كيف الوضع جوا؟ كله عادي ما في شيء، بس بصراحة كان في موضوع تاني أهم أنا بدي أحكي معك فيه لحالنا. طيب عن إذنكم شوفك بكرة روحي. تفضل سامي، عم اسمع. شو كان بدك تحكي؟ رحنا أنا وسعيد للمكان اللي كان مخطوف فيه، وهونيك التقينا باثنين مشردين طلعوا وعايشين هنيك. يعني؟ يعني أنت وقت رحت كان هنيك الجماعة، وطبعا شافوك. كنت موجه سلاحك على راس الزلمة، وبعدين حضرتكم صرتوا تحكوا، وآخر شيء أنت تركته يمشي. سامي أنت شو عم تحكي؟ بصراحة ما بعرف، بس اللي حكيت لي إياه كان غير هيك. وقت قلت الزلمة كان حاطط قناع، بس الجماعة وصفوا لي وشه بالتفصيل لأنهم شافوا. بس أنا حكيت لك الحقيقة سامي، تواجهنا أنا وياه، قام ضربني بس ما شفته، وبعدها ببساطة قدر يهرب، ما شفته بنوب لهيك قوصت. طالما هيك الجماعة كيف قدروا يوصفوا لي؟ سامي شوف، لا تنسى أني أنقذت حياة أخوك، وأنت مشكك بحكي وعم تصدق هدول. لك قلت لك ما شفته، لو شايفه ليش لحتى خبي؟ أنا ماني ناطر منك تتشكرني، بس كمان ما عملت شي غلط لحتى تجي تتهمني يا أستاذ، ولا حابب تتهمني لحتى أنتوا تخلصوا؟ وشو رح أستفيد؟ أنا كمان من حقي إني أفهم شو الموضوع؟ لك نحن رفقات من الطفولة، ما بتصدقني بتروح بتصدق اثنين مثل هدول؟ بتعرف شو هأعمل؟ رح أمشي، بس بدي أعمل منيحة لآخر مرة، لأني وعدت لسوزان، فايت لجوا آخذ هالمصيبة هي وأمشي دغري.